Quad 9 santé. في كواد نوف سانتي آخر الدراسات الطبية والعلمية نقدمها لكم حصريا على راديو الحياة فهم، وين يتم اكتشاف مستقبل في الدماغ يتحكم في نمو الأطفال وبلوغهم، وين يتحكم مستقبل الميلانوكورتين تروا في إفراز هرمونات رئيسية اللي تنظم النمو والنضج الجنسي لدى الأطفال. ونتائج الدراسة قد تكون لها أثر واسع نطاق وتتجاوز نمو الأطفال والصحة الإنجابي. ولتفسير تلك الظاهرة اكتشف فريق من الباحثين بجامعة كامبريدج البريطانية الدور اللي يؤدي مستقبل الدماغ يدعى الميلانوكورتين في تنظيم الحالة الغذائية للجسم والتحكم في توقيت البلوغ ومعدل النمو لدى الأطفال وزيادة كتلة العضلات الهزيلة وفق دراسة نشرتها دورية نيتشر. وتعمل إشارات ميلانوكورتين على مجموعة متنوعة من المستقبلات، اثنين منها موجودة في الدماغ، احداهما هو مستقبل الميلانوكورتين كات اللي ينظم الشهية، كما ان نقص هذا المستقبل يؤدي الى السمنة، ومع ذلك فان نظام ميلانوكورتين 4 لا يتحكم في تأثير التغذية على النمو وتوقيت البلوغ. واكتشف الباحثون دور جديد لاحدى مستقبلات الميلانوكورتين الاخرى في الدماغ هو الميلانوكورتين 3، وجدوا أن استجابة لإشارة الغذائية يتحكم نظام هذا المستقبل في إفراز الهرمونات الرئيسية التي تنظم النمو والنضج الجنسي. وللوصول إلى نتائج الدراسة رجع فريق عينات حوالي 500,000 متطوع في البنك الحيوي بالمملكة المتحدة للبحث عن أشخاص لديهم طفرات جينية تحدث بشكل طبيعي وتعدل وظيفة الهرمون ميلانوكورتين 3. وحددوا بضع آلاف من الأشخاص اللي حملوا طفرات مختلفة في الجين هذا، وجدوا أن هؤلاء الأشخاص كانوا أقصر في المتوسط ودخلوا سن البلوغ متأخرين عن أولئك الذين ليس لديهم تلك الطفرة. وجد الباحثون أن 812 مرأة لديها طفرة ذاتها في واحدة من نسختين من الجين، وأن تلك الطفرة قلت جزئيا من قدرة المستقبل على العمل. وعلى الرغم من هذا التأثير الخفي، فإن النساء التي يحملن الطفرة كنا في متوسط أكبر ب 4.7 شهر عند سن البلوغ مقارنة بأنديدهم من ليس لديهن تلك الفترة. ولتأكيد هذه النتائج عند الأطفال، عمل الباحثون على دراسة ما يقارب 5993 مشاركا، وحددوا 6 أطفال لديهم طفرات في جين هذا، وأكد الأطفال الستة أقصر وكان وزنهم وكتلتهم العضلية أقل خلال مرحلة الطفولة، ما يدل على أن هذا التأثير يبدأ في وقت مبكر جدا في الحياة. وفي خطواتهم المستقبلية تضيف فريق البحث أن نشاط المسار الميلانوكورتين 3 يؤثر على مقدار الكتلة الخالية من الدهون اللي يحملها الشخص، وهذا يشير إلى أن الأبحاث المستقبلية يجب أن تتحقق، مما إذا كانت الأدوية اللي تنشط بشكل انتقائي الميلانوكورتين 3 قد تساعد في إعادة توجيه سعرات الحرارية إلى العضلات والأنسجة الخالية من الدهون، مع احتمال تحسين الوظيفة البدنية لمثل هؤلاء المرضى. كانت هذه كواد نوف سانتي بالنسبة لليوم.